And I will have to, because we have only one mic, so we have to kind of be close so we can get the sound. Okay? The right picture. Okay. Sorry? The right picture. The right sound. Okay, shall we just start with the minute of prayer? يا بابا الآب كل مرة بنجيلك قلوبنا بتدوب من محبتك وخصوصا لما بتفتح عينينا نشوف حتى ذواتنا من عينيك لأن أنت أب صالح. أصلي في اسم يسوع الليلادي كل اللي أنت تعلن لنا عليه الليلادي نقدر نساعد ملايين الناس اللي محتاجين يسمعوه وما ناخدش حاجة بس لنفسنا ونتغير لكن نفضل شايلين كل مجتمعاتنا وحضراتنا وبلادنا والناس اللي احنا كبرنا وسطيهم في قلوبنا عشان نقف قدامك في يوم ونقول ان انت الأمانة اللي اديتهالنا احنا استثمرناها في حياة ناس تانيين. ساعدنا دايما يا رب نكون زي النهر اللي بشيل البركة ويبارك باستمرار مية جارية وما نكونش أبدا مستنقع مهتم بس ببناء نفسه لحد ما ريحته تطلع. علمنا يا رب فن التضاعف. فن ان احنا نبارك الاخرين عشان نتبارك. الكلام اللي انت قلته لابراهيم اباركك لتكون بركه. صلي يا رب عشان التواصل للادي، الترجمه للادي، الاعلانات اللي هتتهنى للادي، صلي عشان فيرجينيا، وصلي عشان نفسي يا رب. وصلي ان قنوات التواصل تكون مفتوحه في ذهننا. عشان خاطر يسوع. Amen. Oh, good evening, everybody. مساء الخير ليكم كلكم. It's fabulous to be here together. يعني فرحانة جدا أكون وسطيكم للادي. Completely and utterly united in Christ together. وإحنا بنتمتع بالوحدة الجميلة بتاعت عيلة المسيح. I'm aware that this evening session is after lots of traveling. أنا عارفة جدا إن الليلة دي أو القعدة دي بعد كلنا مسافرين طول النهار. And lots of lovely food. وبعد ما كلنا أكل كويس قوي. So I have two solutions. كان عندي حلين للموضوع ده. Everybody stand up. أول حاجة عايزكم تقفوا على رجليكم. Turn around twice. ولفوا حوالين نفسكم مرتين. بس اتفضلوا ارتاحوا. اتفضلوا ارتاحوا. اوكي. ده بيساعد جدا على موضوع الهضمه اللي بيحصل في معدتكم دلوقتي. تاني حاجه. اكتر واحد سافر مين؟ الناس بتوع انجلترا؟ فنلندا؟ في حد جاي من المانيا 8 ساعات في القطر 8 ساعات اندي هاو لونج واز يور جيرني فروم اندي رحلتك كانت قد ايه 12 ساعه فروم ليفينج هوم اون تيوزداي ساب البيت يوم الثلاث واحنا النهارده يوم الخميس 29 14 ساعه بالظبط Okay. ده عشان أطول حاجة مشوار طويل مديني شوية إيه حاجة مسكرة عشان يفوق. Yeah. This weekend is going to be fabulous. ال weekend بتاعنا ده هيكون أكتر من رائع. We're very pleased to welcome Ray. وإحنا عايزين نرحب طبعا براي. The parts that I'm going to deliver. الجزء اللي انا هتكلم فيه الليله دي في وقت قصير جدا عامة بياخد مني حوالي 7 ساعات او 8 ساعات عشان اغطيه وده يعني نسخه او جزء صغير جدا من المفروض يكون عليه but I would be very happy to be invited to Germany to
Finland to the Netherlands to deliver it all to you at another time. لكن انا ما عنديش مانع خالص تعزموني في البلد اللي انتوا فيها في فنلندا او في المانيا او في هولندا واقدر اقدم لكم كل التدريب الثمان ساعات ما عنديش مشكله خالص. So we'll get going. هنبتدي نتكلم مع بعض. Essential tools for this evening. حاجة مهمة جدا، أداة مهمة جدا لليلة دي. You must have a study in your language. لازم يكون عندك النسخة دي من الدراسة بلغتك. You must have this grid. لازم يكون عندك الورقة دي كمان بالتفصيل اللي فيها. Don't worry about the English. ما تبصش على الإنجليزي كتير، هنغير ده نعمله عربي كمان شوية. ولو انت مش عايز تكتب ملاحظاتك في كراسة الدراسة بتاعتك ممكن تكتبها في النوتة دي. الكتيب ده موجود حاليا بس بالانجليزي بس احنا شغالين عليه عشان نعمله بالعربي. واشرف هيترجمه بس مش بكرة الصبح. I only changed one word, not tomorrow morning. Yes. Tonight. واضح ان رولا هيجي لها ناس كتير. Now, nobody can complete a CBS Bible study properly unless they have a CBS pen. ومحدش ابدا يقدر يخلص التدريب بتاع Community Bible Study من غير ما يكون عنده الالم العجيب ده، الم سحري. كل واحد مع القلم السحري؟ كويس. يس. ايوه. Then you will begin. نبتدي. So you want this to be here? No. You might have a secret one. هي عندها سر في الموضوع ده مش عايز البروجيكتور دلوقتي. Like every Christian organization. زي اي هيئه مسيحيه. CBS has a mission statement. عندنا طبعا الهدف بتاعنا اللي عايزين نوصل له في الارساليه. And the CBS mission statement. والهدف بتاعنا اللي ربنا حطه على قلبنا للارساليه. Is to make disciples of our Lord Jesus Christ. احنا نعمل نتلمذ تلاميذ للمسيح. In our communities. في المجتمع اللي احنا عايشين فيه من خلال دراسة عميقة للكتاب المقدس زائد رعاية لكل المجتمع او المجموعة اللي حوالينا. وفي طبعا بعض الكلمات المفتاحية في الجزء اللي انا قلته دلوقتي. رب يسوع المسيح in our communities. في المجتمع الصغير في العيلة الصغيرة بتاعتنا. Not just for women, not just for men. مش بس للستات ولا بس للرجالة. Not just for Anglicans, not just for Catholics. مش للمعمدانيين ولا الأرثوذكس ولا الكاثوليك. It's for anybody who wants to know Jesus Christ. Love this. الدراسة دي لكل حد عايز يعرف الرب يسوع. واسمعوني كويس جدا، لكل حد، مش مهم ديانته ايه، لاي حد عايز يعرف المسيح الدراسه دي متاحه لي. The greatest blessing I have ever seen in a CBS class. اعظم بركه شفتها في درس في فصل من فصول الدراسه دي. Is for an atheist to deliberately join. لحد شيوعي ما بيؤمنش باي شيء خالص قرر انه يجي يحضر معنا المجموعه. To prove that we are deluded idiots. هو ملحد وعايز يثبت ان احنا كلنا مختلين عقليا او اغبياء، فجاي يحضر المجموعه ودراسه معنا عشان يثبت الكلام ده. But then over time maybe a year, two years. وبعد سنه من الدراسه، بعد سنتين من الدراسه. Guess what happens. تفتكروا حصل ايه؟ He believed in Jesus Christ. Absolutely. مظبوط زي ما قلت. Some like me. Some, yeah, he's like him, he said.
حد بيقول ان هو زيي بالظبط. مبارك اسم الرب. You are such a blessing. وانت بركة كبيرة خالص لينا. Other key words is that we have in-depth Bible study. الكلمة الثانية المهمة المفتاحية ان احنا بنعمل دراسة عميقة للكلمة. And it's available. وزي ما قلت لكم هي متاحة للكل. The biggest challenge we have as a global ministry. وأكبر تحدي بالنسبة لنا كهيئة عالمية. Is to keep up with the requests for translations. إن إحنا يكون عندنا وقت كفاية ومصادر كفاية نترجم كل الترجمات للغات المطلوبة مننا. We currently have 43 studies in English. عندنا حوالي 43 دراسة بالإنجليزي. 23 of those are translated into Arabic. 23 من الدراسات دي مترجمة للعربي. And the translation is ongoing. وإحنا شغالين في الترجمة للعربي. CBS is not just for women. وزي ما قلت لكم الدراسة دي مش بس للستات أو للرجالة بس. It's for children. لكن هي موجودة للأطفال برضو. We have material for children. عندنا مواد دراسية للأطفال. Even for babies as young as Sham. وحتى للأطفال في عمر شام. And for babies. وللأطفال بنعلمهم إيه بقى؟ It starts with prayer blankets. بنبتدي ببطانية الصلاة. في ناس بتقول سجادة الصلاة دي بطانية الصلاة. You can teach a baby. وتعلم الطفل ازاي يحط دماغه على البطانية دي. وكل ما يكبروا في السن ما تقولش بابا انا عندي مشكلة. روح واخد المشكلة اللي عندك دي لربنا وحط دماغك على البطانية وصلي. وياخدوا البطانية بتاع الصلاة بتاعتهم ويتكلموا مع ربنا. انا شفت الكلام ده بعيني. ودي هتروح لشام. So what is at the heart of CBS? ايه بقى لب الامر؟ ايه قلب CBS في ايه؟ Is it Bible study or discipleship? هل بس دراسة الكتاب ولا تلميذة كمان؟ Discipleship. Yeah. Okay. So, to understand this completely. عشان تفهموا الأمر بالكامل. I'm going to ask you some questions. أنا هسألكم بعض الأسئلة. To help keep you awake. عشان أخليكم صحيين برضو. الكلمة دي بتعني ايه ليك؟ فكروا بسرعة وما تخافوش قولوا. Education. Can you respond? Knowledge. فهم. Research. Improvement. تغيير. Change. القناعة. شو يعني بالإنجليزي؟ القناعة. قناعة بإيه؟ قناعة. بس كلمة القناعة. Satisfaction. كشف حقائق. To discover new venues. To explore. Certificate. It needs time.
time. To know the truth. Freedom. Homework. Good or bad? Homework. تحرير وشفاء. Any emotions? Does this bring back memories of school? Good school? الحاجات دي بتفكركوا بحاجة؟ بالمدرسة؟ بالنظرة؟ بالمدرس؟ برولا؟ دايما الدراسة بتكون مرات صعبة فيها تحدي. Repetition. تكرار. Any English responses? ما فيش حد انجليزي بيقول حد انجليزي كله بالعربي عايزين حاجة انجليزي. Study. التزام. انجليزي. Commitment. Commitment. التزام. Diligence. ذكاء. قدرة على الفهم. Competent. قدرة. هي ايه بالجنة عايز اسميها ايش بالجنة؟ Diligent. Diligent. حياة. Success. نجاح. Well done. قرار. It's a decision. To study. Choice. Time. Yeah, we said time. وقت. He had some very bad memories in school. He's been beaten up before. يا عين عليك يا فتحي. لا بالعكس. ممكن تكون متعبة مثلا. Tiring. Yeah, tiring. And that should be enough. كفاية كده. Okay. والله داي تصرف معانا بقى. Okay. Next word. الكلمة اللي بعد كده. تلمذة. What does disciple? يعني ايه كلمة تلمذة؟ ايه اللي بيجي على دماغك لما تسمع كلمة تلمذة؟ تربية. Discipline. اتباع للكل. Total commitment. Yes. Total commitment. To what? To follow. Teacher. مدرس. علاقة. Friendship. وصداقة. تطور. Success. مطيع. Obedience. Understand. نقل معلومات. فهم. توريث معلومات. Passing on information. Change. Fellowship. My goodness. Transformation. Yes. تغيير كامل.
open انفتاح and hard work. Yeah, we said obedience. Yeah, obedience. Ta'a. آخر كلمة. الكلمة اللي فاتت كان اسمها إيه؟ تلمذة. اللي فاتت كان التلميذ. دي تلمذة. احنا بنزود يعني ايه كلمة تلمذة؟ ميشن اسلوب حياة. تعليم ما تعلم. تعليم ما تعلم. تدريب. To train, to pass on to somebody else what you've learned. تدريب آخرين. Training. تدريب. Obedience. I mean to be faithful. تلمذة. Yeah. تغيير. Change. Understanding. سيطرة. فكلمة تلمذة. Okay. Okay. Leadership. 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 تلمذة. Yeah. Discipleship. Leadership. It was harder one than that. Yes. تلمذة حضارة مزبوط. حضارات. Future. Yeah. مستقبل. Success. Goal. حضارات. رؤية. Vision. Discipleship. Vision. Example. Example. مثال أو نموذج. Disciples. If you have discipleship, you should have disciples or followers. Right decisions. Right decisions. Okay. تلميذ وتلمذة. تلميذ. I made a yeah. Sorry. تلميذ وتلمذة. اللي فاتت كانت تلميذ. دي تلمذة. أنا قلت لكم عربي مصري. اتفقنا. I have to tell you, I have delivered this
انا عايز اقول لكم انا قدمت التعليم ده اكتر من مره. Every single time I get to the word discipleship. كل مره بوصل لكلمه تلمذه I have sons. الناس بتسكت خالص. Very few Christians. قليل جدا من المسيحيين اللي علمتهم can say what discipleship is. يقدروا يعبروا يعني ايه تلمذه. You guys are amazing. انتوا غير عاديين. برافو برافو. كان حد ممكن اي حد فيكم يقول لي تعبير عن التلمذه؟ يعني ايه تلمذه؟ تلمذه ولا تلميذ؟ discipleship تلمذه. الاتباع بالكامل للمتلمذ. to follow your teacher fully. الاتباع التام للي بيتلمذك، صح كده؟ تتمم الامر. to finish. تتميم امر. to finish the matter. to put an end to what you started. yes. It's a process where the person being discipled becomes like the disciple. هي مراحل بتقود التلميذ ليصبح مثل المعلم. yes. تفضل. or is it to lead by example. أو تقود عن طريق المثال، تعمل قدوة فالتلميذ يتبعك فيها. هي فريضة، هي فريضة مأمورية عظمى أن يسوع لكل من يؤمن فيه. It's a great commission was given to whoever believe in Christ. Discipleship. Create leaders. إنك تصنع قادة. What do you mean by leaders? قصدك إيه بالقادة؟ انك تصنع تلاميذ للمسيح. to pass on experience. برافو برافو. I might as well go home. انا كده في الحاله دي ممكن اروح، انتوا عارفين كل حاجه. Yeah. One definition is that a Christian discipleship. التعبير اللي عندي التلمذه المسيحيه is the process. هي المراحل by which disciples grow in the Lord Jesus Christ. مراحل نمو التلاميذ المسيح في المسيح نفسه، يصبحوا مثل المسيح. And are equipped by the Holy Spirit. بمساعدة الروح القدس. To become more Christ-like. يصبحوا بالضبط زي المسيح. Can you just say your definition again, because that was so cute. ممكن تقول اللي أنت قلته تاني لأنه كان محدد جدا. الاتباع بالكامل. Is the total following of the disciple to the teacher. Yeah, there is a difference between a student and a disciple. Yes. And the key is, as you mentioned, it's the transformation. لكن المفتاح هنا هو في التغيير اللي بيحصل في حياة التلميذ بسبب تأثير المعلم على حياته. Yeah. So if the disciple spend a lot of time with the teacher, the disciple one day become more like the teacher every day. The تلميذ بيصبح بالكامل زي المعلم بتاعه. Fantastic. كلام جميل. Now, because I'm a very visual person. لأن أنا بحب قوي الرسوم التوضيحية. You can see I talk with my hands. هي دايما بتتكلم وإيدها في الهواء. Italian. زي الإيطاليين، أنا like the Middle Easterners. yeah. like the Middle Easterners. لغة الجسد بتساعد جدا على إيصال المعلومة. أكيد 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 لغة الجسد بتساعد. The body language is crucial. My husband always says that the one way to stop me talking. جوزي دايما بيقول لي الطريقة الوحيدة اللي ممكن يخلينا بطل الكلام. يربط إيديها ورا ظهرها. ولما ربط ايديا مره ما قدرتش اتكلم. So, because I'm a visual person. لان انا بحب الرسوم التوضيحيه. These three words.
الكلمات الثلاثة دول بالنسبة لي I thought of these three pictures. فكرت في الثلاث صور دول. This is not me. ده مش أنا. Yeah. So everybody here. Yeah. The word study. كلمة تدرس. It stays here. دايما بتقعد هنا متعلقة بالذهن بالفكر الاستيعاب الذهني. Doesn't go beyond. وتوصل لحد هنا وتقف. دي كلمة الدراسة. It's all here. كله بيروح معلومات بتدخل على الذهن. But لكن خلوا بالكم معي. Being a disciple. إنك تكون تلميذ. Particularly of Jesus Christ. وخصوصا للمسيح. We are motivated by love. دايما الحب حب المسيح بيحركنا. To follow him. عشان نتبعه. But لكن somebody can be a disciple of Jesus. ممكن جدا يكون شخص متلمز على طريقة المسيح. Do Bible study every day. ويقدر يدرس الكلمة كل يوم. Really love Jesus. ويحب الرب يسوع جدا. And live in a cave. ويعيش في كهف لوحده. ملوش علاقة بحد تاني خالص. But لكن في حل تاني، في ثالث خطوة. Discipleship. لكن التلمذة انك تطلع بره المحيط اللي انت عايش فيه وتطبق الكلام اللي انت سمعته عمليا. تعمل دراستك وتفهم قلبك يتحرك وتجاوب لمحبة المسيح وتروح طالع بره للاخرين تقول لهم قد ايه ربنا عمل في حياتك ورحمك وغيرك. موافقين لحد دلوقتي؟ ماشي الحال؟ اوكي. اللي هنعمله دلوقتي انت محتاج الورقه دي اللي فيها الاربع اركان. اوكي. This is individual study. اول جزء اللي هو على الجنب هنا ده اسمه الدراسة الشخصية. هنا تكتب الدراسة الشخصية. Now we have discussion time. وتاني نقطة اللي هي وقت المناقشة. And then we have wrap up talk. وتالت خطوة الملخص. And the commentary. وآخر خطوة اللي هي التعليق. دول أربع خطوات. And it's all covered. وهنغطي الأربع خطوات دول من خلال الرعاية الأخوية. أول خطوة المناقشة. أول خطوة هي الدراسة الشخصية. تاني خطوة وقت المناقشة. ثالث خطوة ورابع خطوة. Excellent. Bravo. Okay. These are the five steps of CBS. ودول الخمس خطوات اللي بنعملهم في دراسة الكوميونيتي بايبل ستادي. فاكرين السؤال اللي احنا سألناه في الأول خالص؟ هل الدراسة دي مجرد بس دراسة للذهن أو تلمذة؟ إيه رأيكم؟ بوث. الاثنين هي دراسة كلمة ربنا وتلمذة في نفس الوقت. شكرا. ودلوقتي طبعا انتوا فاهمين يعني ايه تلمذة.
واحنا اتفقنا ان دراسه الكلمه بالطريقه دي هي هدفها الاساسي التلمذه. How do each of these five steps contribute to discipleship? اذا عايزين نعرف دلوقتي ازاي الاربع خمس اركان دول بيوصلونا لنقطه ان احنا نتلمذ ونساعد اخرين يتلمذوا. So, is study discipleship? هل مجرد الدراسه فقط تلمذه؟ لو فعلا ليه او ازاي؟ ازاي تصبح الدراسه تلمذه؟ through follow up. That's what I just said. رايك ايه؟ قصدك ايه بالمتابعه؟ to keep studying, to keep meeting together. ازاي ده بيوصلنا للتلمذه؟ So we study and keep meeting together. بس السؤال هنا ازاي ده هيحركنا نقطة اللي احنا نصبح تلاميذ. وين ذا نولج تشينج لازم اكون اول مرة لما افتح الكتاب المقدس واقرا لازم اول مرة اكون علاقة مع الله حتى اقدر انا من خلال اقدر انا اصير اقدر ادرس. So through the relationship with God I learn more about his word and I will grow to be more like him. Okay. من خلال معرفتي لله والعلاقة بتاعتي معاه بدرس كلمته وابتدي التغير يحصل في حياتي. And I need to have the desire to learn as well. Yes. او النقطة هنا المسيح. الدراسة بتغير حياتنا لنصبح تلاميذ من خلال تغيير عاداتنا وأفعالنا لأن فكر المسيح بيبقى عندنا من الدراسة وده بيغير كل تصرفاتنا فبنصبح تلاميذ. Yes. When you are a disciple, this journey gets shorter. وكل ما بتعرف ربنا أكتر وتتلمذ أكتر المسافة بين ذهنك وقلبك اللي بيقودك للتغيير الحقيقي بتكون بتقصر كل مرة. From what the lady said here, how do you become Christ-like if you don't know who Christ is? لو انت زي ما سمعنا انا ازاي هتكون زي المسيح وانت ما تعرفش مين هو المسيح؟ لازم تعرف المسيح الاول بالتالي تكون زيه. Yeah. Right. Yes. حد كان هيقول حاجه هناك؟ يا هادي So you have to, through studying and application, you study and apply, you study and apply, that will transform your life. من خلال الدراسة والتطبيق. شكرا هادي. And اوكي ان من خلال معرفة الحق والحق يحررنا الحق يغيرنا لنصبح تلاميذ زي المسيح. لما انا يكون عندي دراسة لازم يكون عندي رغبة كثير من الناس ما عندهم رغبة. اوكي الكلام يمر من عندهم كطالب. اوكي بس من يكون عندي رغبة okay, so we're talking about yeah. So a deep desire to know to learn. Okay, a deep desire out of a sincere heart to know the word and to change. قلب مستعد وراغب في معرفة المسيح ليتحول ليكون تلميذ المسيح. Okay, so we move on to the second step of. CBS Bible study. وهنوصل دلوقتي هنمشي للخطوة الثانية من الدراسة بتاعتنا اللي هي الوقت وقت المناقشة. Which is the small group discussion time. وبنعمل الكلام ده في مجموعة صغيرة. Yeah.
The study time you do at home on your own. الدراسة الفردية بتعملها فين؟ في البيت ولوحدك. مش مع حد. انت لوحدك مع كلمة ربنا تعمل اول خطوة اللي هي الدراسة الفردية. So these questions الاسئلة دي you complete at home on your own. بتعملها في البيت لوحدك. This is your one-to-one time with God. وده هو الوقت اللي انت بتقضيه بصورة شخصية انت وربنا بس. And his word. وكلمته. Then you come together in your group and you share your answers. وبعد ما تعمل الدراسة وتكتب الإجابات بتروح تشارك الكلام ده في المجموعة اللي انت منضم ليها. So sharing answers to Bible study questions. وانت بتشارك الإجابات للأسئلة اللي انت درستها together with other people مع آخرين. How is this discipleship? ازاي الكلام ده بيقودنا لنقطة ان احنا نتغير نبقى تلاميذ للمسيح؟ اوكي دي نيد ا كويشن وان مور تايم. خلوا بالكم كان اكسبلين ده. احنا قلنا الدراسة الفردية وعرفنا ازاي دي بتغيرنا. ايه اللي بيوصلنا ان احنا نكون تلاميذ؟ ايه اللي بيكبرنا من خلال ان احنا بنقعد نناقش الاجابات اللي احنا وصلنا لها مع بعض؟ المناقشه دي ازاي بتقودنا ان احنا نكون تلاميذ؟ ممكن خلال احترام الاراء او عدم وجود اي صراع معين جاء اي راي مخالف. استماع، ممكن نقول استماع لاراء الاخرين. ان احنا لما بنسمع بعض كتبنا ايه في الاجابات ده بيساعدنا نتعلم من بعض. When we hear each other as we share what we our answers that will help us to understand and grow as disciples. So من خلال المشاركة، مشاركة أجوبتنا. يعني كمان من خلال اكتشاف الحقائق. Yeah. Through discovering the truth together. هايل يعني. معرفة واكتشاف الحق مع بعض. تقييم evaluate تقييم افكارنا مع بعض. بحد ذاتها كلمه الله تغير. God's word itself create change. كلمه الله تغيرنا. To accept other people's answers and opinions. مهم قوي، مهم قوي محمد، مهم قوي. تقبل آراء وإجابات الآخرين. بما أنه كلمة الله حية فكل إنسان بيقرأها هيشوفها من زاوية معينة. Because the word is alive, each one of us will see it from a certain angle. فلما أنا بشوفها من زاوية، أنت من زاوية، تكتمل عنا الدائرة. Okay. I really want to repeat this in Arabic. هدف الدراسة دي زي ما أخونا قال بالظبط إن كل واحد فينا عشان الكلمة حية بيشوفها من زاوية معينة، فكل واحد بيشارك الجزء بتاعه بتبقى الصورة إيه؟ بتكمل، بتقدر تشوف نفس الحدث من أربع زوايا أو خمس زوايا، ده بيزود وضوح الصورة فبنتعلم من بعض، ده مهم جدا الأمر ده، مهم جدا. So almost like looking at the same event from different directions, from different angles, give us the understanding of the full picture, not just one side of it. Okay. So I need to read this again. So discussion, group discussion, مناقشتنا مع بعض بتقودنا ان احنا نشارك، نسمع بعض، نعرف نقاط الحق ونشوفها من وجهات نظر مختلفة، تساعدنا نقيم أفكارنا، كلمة الله بتغيرنا، قبول آراء الآخرين والاستماع ليهم والتعلم منهم. أنا عايز أركز على النقطة اللي سمعناها هنا. عامة أما بعمل التدريب ده في بريطانيا
انا باخد معايا real one بتاخد معاها جوهره بس مش حقيقيه كبيره قد كده جميله قوي يعني جوهره بس مزيفه يعني جميله بس كبيره كمان and that is to show that when we share God's word ودي حاجه جدا جميله جدا تعبر عن اللي احنا بنقوله لما بنشارك كلمه ربنا we do come at it from بنشارك من وجهات نظرنا اللي احنا الروح القدس قال لنا عليه فما بنشاركه so we sparkle with the light of Christ. كل واحد بيشارك حاجه بتنور وكانك بتشوف الجوهره دي من زاويه معينه فبالنور بيزيد وكل ما تتقطع اكتر كل ما جمالها يظهر اكتر دي كلمه ربنا دي حلاوه كلمه ربنا لكن للاسف شنطتي صغيره خالص فما قدرتش اجيب الجوهره معايا Yeah. مهم جدا it's to do with respect and listen to each other. مهم جدا نحترم آراء بعض ونسمع لبعض. And just the simple act of getting together over God's word. Simple act of getting together. Okay. واحنا كده بنتجمع حوالين كلمة ربنا. القعدة دي نفسها is fellowship. دي بنسميها ايه؟ شركة. شركة عيلة. وزي ما قلنا التلمذة انك تصبح زي المسيح. مش هو ده برضو الرب يسوع عمله طول حياته على الارض ولسه بيعمله لحد دلوقتي. يقعد مع الناس. ويتكلم معهم ويقعد مع ناس تانيين. ويأكل ويشرب معهم ويقعد مع ناس تانيين. يحكي معهم ويقول لهم اختبارات وقصص. إذن اتفقنا ان مجموعه المناقشه هي تقودنا لنصبح ايه نكون تلاميذ المسيح إذن هي تلمذه متفقين من خلال المناقشه لازم يكون اكو يعني سماع للعقل واحد يحكي ولا يسمع اوكي يعني this is a good point to allow somebody else to say and listen Don't talk all the time. حاجة مهمة جدا لو انت في مجموعة مع بعض ما ينفعش تتكلم طول الوقت. لازم تتكلم شوية وتسمع لحد يسمع. حتى اخذ من قلب يفرغ. Okay. To allow the person to say what's in their heart and then move on. Okay, next point. So, the third step in the CBS Bible study is the wrap-up talk. إذن احنا شفنا الدراسة الفردية مجموعات المناقشة. ثالث حاجة أقول الملخص. Somebody in your group will prepare a short talk. واحد من المجموعة اللي أنت فيها دي هيكون مجهز يعني جزء يقول جزء صغير مش كبير تلخيص ملخص. Only 5 minutes, 10 minutes. خمس دقايق 10 دقايق بكتير خالص. Some bigger classes, the talk maybe 20 or 30 minutes. حسب حجم الفصل لو 5-6 يبقى 5 دقائق كويس قوي كتير 10 دقائق لكن لو فصل كبير 20 شخص ممكن المناقشه تزيد او سوري الملخص يزيد يبقى 15 دقيقه لكن في المجموعه الصغيره 5 دقائق 10 دقائق اقصى حاجه هي هتعلمنا ازاي نعمل الموضوع ده بكره So, how is listening to a talk on a Bible passage discipleship? السؤال اللي عندنا دلوقتي، ازاي بقى الملخص ده اما تقعد تسمعه بيحول حياتك وبتصبح تلميذ؟ او ده بيقودك للتلمذة، ازاي؟ التدريب. اوكي، training. So you need a start and an end? ازاي ده هيخلينا تلاميذ؟ احنا بنسال السؤال ازاي ده هيساعدنا نكون تلاميذ؟ Can we take some of the back ones? Yes, من الملخص. اوكي، نسمع الملخص هيساعدنا نتغير.
I think is to do with when you hear the talk, to move to application, and the application will help us to. Okay, يكون عندك وانت بتقول الملخص ازاي نحول الملخص ده لتطبيق عملي يساعدنا نكون تلاميذ. ريم. Okay, when you focus in the main idea of the passage we study, ان احنا نركز على الفكرة الرئيسية في الجزء اللي احنا بندرسه ده مهم قوي. الفكرة الرئيسية. يا تفضل. انا بطلع من كل مقطع في المبدا. اوكي. بشجع الناس انها تصلي انها تقبل المبدا. اوكي. سو از تو انك هاني بيقول ان انت تاخد الجزء ده نكون منه مبدا الناس تاخده تتعامل معاه تتصرف فيه تحوله الى تصرف فده بيقودنا للتلمذه. How to come out of the passage with a main thing, something you can apply and that will lead you to become a disciple. Absolutely spot on. Bear for me. I don't need to do the training tomorrow. خلاص بكرة ما فيش تريننج خلاص هي غلط رايح. انتوا عارفين الموضوع. The two key elements of a CBS talk. أكتر عنصرين مهمين جدا في الملخص. Is the main idea. اللي هي الفكرة الرئيسية زي ما قالت ريم. Which is what does God want us to learn from this passage? ايه بالظبط اللي على قلب ربنا عايزنا نتعلمه من النص اللي احنا درسناه؟ Absolutely vitally important. لكن مهم 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 جدا. What does God want us to do about it? ايه التطبيق العملي للنقطة دي؟ الفكرة الرئيسية ازاي نحولها لتطبيق عملي ونعيشه؟ And that's discipleship. ده هو التلمذة. Go out and do something about it. إن احنا نتحرك من هنا لهنا إنك We train that every talk should have a challenge at the end. ودايما بنقول كل ملخص أو كل حاجة بتتقال لازم يكون في نهايتها تحدي حاجة تعملها تطبيق. So okay, now you have the knowledge. دلوقتي انت عندك الفكرة وصلت ذهنك. You have a heart for Christ. قلبك بدأ يتحرك بمحبة ربنا. I challenge you this week to go and. أنا بتحداك الأسبوع ده التحدي الحقيقي إنك تروح تعمل الأمر الفلاني حسب النص اللي أنت درسته. Fantastic. ماشي الحال؟ ماشي الحال دلوقتي؟ Okay. The fourth step in the CBS Bible study. رابع نقطة من النقاط الأساسية الخمسة بتاعتنا بتوع الدراسة بتاع the Community Bible Study. Is the two-page commentary. اللي هو التعليق. اللي بنشوفه في آخر صفحة. And this just adds more information about the passage. والتعليق ده هو معلومات كاملة عن الجزء الكتابي اللي انت قريته. So this you read after you've been in the group. دايما التعليق بتقراه بعد ما تخلص الدراسة في المجموعة في البيت مع نفسك تقعد تقراه وده هيرد على بعض المعلومات اللي ممكن ما تكونش موجودة في الدراسة اللي انت درستها معلومات وده قبل ما تبتدي بحل الدراسة التانية او التالية بعد التعليق وتكمل في الدائرة تكمل في الدائرة فتعليق كل درس كل درس مكون من 5 أيام وبعد ما تخلص دول هتلاقي التعليق في الاخر ده هيرد على اسئله كتير جدا في ذهنك وكل حاجه الخطوات الاربعه دول متغطين بايه بالمحبه والرعايه والاهتمام ببعضنا البعض So now, until 9:15. ومن دلوقتي لحد الساعة 9:15. I'd like you to take your studies. عايز كل واحد فيكم ياخد الكتاب بتاعه والدراسة بتاعته. Go to lesson 2. وتروح لدرس الدرس الثاني في الدراسة بتاعتك الدرس الثاني. And complete questions 1 to 6. وتحلوا الأسئلة من 1 to 6. And
Yeah. من فضلكم اتحركوا حركوا الطاولات في الوسط شويه وقعدوا حوالين الطاولات وكل واحد لوحده يحل من واحد لسته في الدرس الثاني سو انديفيديولي كل واحد لوحده مع ربنا يقعد يحل من واحد لسته في الدرس الثاني ردوا عليا الفرديه او الشخصيه لدراسة سي بي اس فانت عملت الخطوة الأولى بكرة هنطبق الخطوة الثانية والثالثة والرابعة ودي بنعملها طول الوقت خمسة وخلوا الدراسة بتاعتكم في ايدكم وهتوها معاكم بكرة الصبح يمكن يكون عندهم بعض الكتب المقدسة تحت بس هاتوا الكتاب بتاعكم باللغة بتاعتكم معاكم والليلة دي هنبطل دلوقتي لو حد عنده أي سؤال ممكن يقوله أو ممكن نبطل خالص الليلة دي عشان شكلكم تعبانين I think they are. شكلكم تعبان ومحتاجين تروحوا تناموا فهنروح ننام وبعدين بكره الصبح نتفاهم. So, نشكر ربنا ونقول لكم ليله سعيده. حد عنده فكره من الناس الموجودين بكره هنتقابل الساعه كام وفين؟ فين اسامه؟ 8:30 جوه 8:30 So I said, does anybody have any idea what time we're meeting tomorrow? Somebody say 8:30 breakfast, and he said 12 o'clock. Sorry, 8:30 breakfast. And remember, we are in, where are we? Here. Swiss time. من فضلكم افتكروا كويس جدا ان احنا فين؟ في سويسرا. والسويسريين بيحبوا ايه؟ بيحب الشوكولاتة فتصبحوا على خير ممكن نصلي مع بعض قبل ما نمشي اوكي نصلي مع بعض قبل ما نمشي هاني ممكن تصلي من فضلك يا رب نشكرك انك انت حاضر وسطنا بكل اتضاع جايين نتعلم قابلين ان احنا نتلمس تضع يدك على كل واحد مننا يا رب ونكون في ملء البركة مركزين معك أنت واحنا مين يا رب قلوبنا مليانة بالخضوع وبالطاعة الشخص احنا أجسادنا اسمي يسوع عائلاتنا أمين يا رب أمين يا رب احنا بنعبدك واحنا بناكل واحنا بنشرب أمين يا رب مع يسوع. بعض أنا فرحان يا رب إني بتعرف على إخوات وكتير جداد ليا وجسد يا رب بيجنوا وبيسوى بارك المتكلمين وادينا نوم في ملء الراحه في اسم امين يا رب امين يا رب